يأتي على المركز الأول، ولكن الجانب الآخر اللي تدخل من الجانب الآخر هناك شاهين مطر بن محمد الشمر اللي بدأ يتدخل، وصل النصر، وصل النصر هنا لينطلق أيضا بشعار عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، ولكن الله الله سيف بن سهيل بن سيف بن كلهم الخيالي يقدم مزعل، يقدم مزعل. ومن الجانب الآخر هناك حارب بن مغير العميمي وصل، وصل في هذه اللحظات ليأخذ أيضا المركز الثاني من خلال متعب حارب بن مغير بن سالم العميمي. شوفوا الأسماء، شوفوا الأسماء، شوفوا الانطلاقات، ما شاء الله تبارك الله. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير، أجواء المجسم، بدأنا نسير، نسير مع الصدارة، نسير مع المقدمة. وشاهين، وشاهين اللي وصل، شاهين اللي بدأ يغير، متعب 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 حارب بن مغير بن سالم العميمي. يا سلام يا أبو سلطان، روح مع الصدارة، وصل الأمتار المجنونة. ولكن شعار المقعودي وصل الطليلي عتيق بن سعيد المقعودي الفلاسي، يا سلام يا سلام، وصل بن رشيد، وصلت الأسماء، جولة الأوامر النهائية. حرك وروح يلي يبى المجسم، يلي يبى المجسم. الشوط المفتوح الخاص بالجعدان الحجايق، متعب 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 حارب بن مغير العميمي، غارة 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 العميمي على المركز الأول، ما شاء الله. هذا هو متعب، متعب على الصدارة، متعب على المركز الأول، حارب بن مغير بن سالم العميمي. إذن هو من ينتزع هذا الشوط، هو من يذهب بالسلامات إلى أهالي العين من خلال تواجدي متعب. مشاهدين الأعزاء، تهانينا والناموس لأبو سلطان على هذا الفوز، والثاني أيضا لمغير بن سالم العميمي على الفوز والانتصار. المركز الثاني الطليلي عتيق بن سالم المقعود الفلاسي، المركز الثالث وصل فيه مشاهدين الأعزاء رياض سلطان بن عيسى أبو فنوشة المنصوري، والمركز الرابع كان دخول رائع وجميل في المركز الرابع الوصول من إرسال علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، والمركز الخامس مياس السهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي. تهانينا والناموس. إذن هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، كان متعب للسيد حارب بن مغير بن سالم العميمي ينتزع مجسم أيضا هجن الرياسة وتسعيرتها الخامسة. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، من خلال هذه المنافسة القوية، من خلال هذا التحدي المثير، هذه لقطات الهواري بالإعادة والملخص. وهذا هو متعب حامل الرقم 34 بهذا الشعار الذي تألق وتميز في هذا الموسم. تهانينا والناموس. قطع مسافة السباق 6 دقائق 7 ثواني، 4 أجزاء من الثانية. الطليلي من طلع على المركز الثاني، وكان هناك مشاهدين الأعزاء عتيق بسعيد المقعودي الفلاسي حيث قطع المسافة 6 دقائق 7 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث من حل في ثالث المراكز ب6 دقائق 8 ثواني ايضا وجزءا واحدا من الثانية، وصل رياض سلطان بن عيسى ابو فنوش المنصوري. اذا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هناك متعب هو ايضا من فاز بهذا الشوط، حارب بن مغير بن سالم العميمي. تهانينا، وايضا التحية الرائحة حمرة على هذا الفوز.